أرحب بكم وأشكركم باسمي ونيابة عن إدارة المؤسسة وأطرها على تلبيتكم الدعوة وحضوركم معنا في هذا الحفل البهيج الذي نظم بمناسبة انتقال السيد مدير مدرستنا الأستاذ عبد الرحيم ذو الفضل إلى مدينة بانجورا. وخير ما نفتتح به حفلنا هذا آيات بينات من الذكر. المغضوب عليهم والضالين آمين. وأنا أدعو لها وأنتم تؤمنون. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وعافيها وأكرم نزلها ووسع مدخلها ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب من الدنس واغسلها بالماء والثلج والبرد وأبدلها دارا خيرا. ورحب بكم. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى الحاضرين، إلى كل الحاضرين على تلبية الدعوة وحضورهم معنا في هذا الحفل التكريمي الذي أقيم على شرف الأستاذ الفاضل السيد عبد الرحيم ذو الفضل بمناسبة انتقاله إلى مدينة طنجة. كما أنني أشكر شكرا خاصا كل الأطر العامل بالمؤسسة وكذلك إلى أعضاء جمعيات قدماء وآباء وأبلياء التلاميذ على مبادرتهم الطيبة في تنظيم هذا الحفل البهيج الذي إن دل على شيء إنما يدل على مدى العلاقة الطيبة التي كانت تجمع بين الإدارة والأطر العاملة من جهة وبين الإدارة وأعضاء قدماء وأعضاء جمعية قدماء آباء وأولياء التلاميذ من جهة ثانية. كما أنني لا أنسى أن أشكر أستاذات وأساتذة المعتمد بن عداد الذين قضوا معنا سنوات من الجد والاجتهاد ثم انتقلوا إلى جهات أخرى. أشكرهم لأنهم أبوا إلا أن يشاركونا في هذا الحفل التكريمي اعترافا منهم بالمجهودات والتضحيات التي قام بها السيد عبد الرحيم ذو الفضل وكذلك العلاقة الطيبة التي كانت تجمعهم به. وبعد الشكر إخواني الكرام أخواتي الكريمات لا بد من التذكير على أنه ما من شيء إلا وله بداية ونهاية وما من لقاء إلا ويعقبه فراق وأن مع العسر يسرا ومع الشدة الرخاء وما من محنة إلا وتتبعها منحة. وهذا يدل على أن الدنيا لا تستقر على حال وأن الإنسان يتقلب فيها بين الفرح والسرور أحيانا وبين الأحزان والآلام أحيانا أخرى. وقد ثبت أن سيدنا جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مزي به واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. وها نحن اليوم نودع أستاذنا الفاضل عبد الرحيم ذو الفضل بعد أن قضى بين أظهرنا 15 عاما من الجد والاجتهاد والمثابرة فله منا الشكر الجزيل مع المتمنيات الصادقة وله منا أيضا الدعاء الخالص بالتوفيق والصحة والعافية وأن يحفظه الله بما حفظ به عباده الصالحين.
وبهذه المناسبة الغالية أقول لكم وبكل صدق، لا نفاق ولا مداهنة ولا مجاملة لأستاذنا الفاضل، إنما هي كلمة حق في رجل أفنى جزءا من عمره في خدمة المدرسة والتلميذ. وربما كنت أنا قيدوم هذه المؤسسة وأقرب الناس إليه، تعاملت معه عن قرب في جميع المجالات، فلاحظت كل تحركاته وأعماله، فما وجدت فيها إلا الصدق والإخلاص وحب المهنة ومعنى المسؤولية، بخلاف ما يعتقده البعض من صلابته وجفائه وحب السيطرة. فالسيد عبد الرحيم بن الفضل لا يعرف المداهنة ولا المحسوبية ولا الزبونية الملعونة، إنما هو الواجب والمسؤولية، يعاملنا بمكيال واحد ويأتينا بوجه واحد ويدافع عن حقوقنا في المدرسة وخارجها، أعاد الاعتبار للمؤسسة ولوقورها، فجزاه الله خيرا. وقليل من هؤلاء الرجال الذين صدق في حقهم قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأختم كلمتي بهذه القصيدة، أهديها لأستاذنا الفاضل سيد عبد الرحمن ذو الفضل. أقول: إذا المرء لا يلقاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل ما تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الود طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق وفي يصدق الوعد منصفا. والسلام عليكم ونيابة عن كافة أسرة التعليم العالية بمدرسة المعتمد بن عباد، نرحب بتواجدكم معنا في هذه اللحظات التي نعتز بها، وهي تصادف تكريم واحد من أسرتنا التعليمية الذي كنا ولا زلنا نعتبره أخا كريما وصديقا وفيا ومديرا مقتدرا. أستاذنا الفاضل، تكفر كلمة الشكر لكن لا ندري من أي منها نبدأ، ووقتنا هنا تجعلنا نقول أن الشكر لا يكفر، وتقبله منا بكل ما تأمله الكلمة من معنى. نعلم جميعا دورك عظيم، ومن حقك أن تلقى منا الثناء والشكر ما تستحقه، وهذا ما ننتظره بإذن الله من الجميع. لقد عملت أستاذي بهذه المؤسسة لمدة 15 سنة، من 2002 إلى 2017، وقد نجحت في مهمتك ونلت رضا الجميع، حرصت على تطبيق ما يخدم السير العام المؤسسة بكل جدية وصرامة، وتعاملت مع أسرة التعليم بمفهوم المسؤولية أولا، والتشريع ثانيا، والمردودية ثالثا، والعلاقة الاجتماعية رابعا. نجحت يا أستاذي في رسم مسار تعليمي للمؤسسة يسوده التلقي والاحترام، انفتحت على محيط المؤسسة وحلت مشاكلها من إعادة بنائها وترميم بعض حجراتها، وجعلتها نموذجا تنافس المدرسة الخصوصية، فتحت باب الإدارة في وجه جميع المبادرات، ويسرت أيضا سبل المسابقات واللقاءات المفتوحة الخاصة والعامة داخل المؤسسة، حتى داع صيتها الإشعاعي عند الجميع. وكنت تعتبر الإصغاء لآباء وأولياء التلاميذ من المسؤوليات الهامة لعملك اليوم،
كنت في تواصل مستمر مع مختلف المسؤولين وبشكل خاص بمديرية التعليم، حيث تم تحقيق مجموعة من حاجيات المؤسسة على مختلف المستويات. أمام هذا العمل الجبار في مؤسسة تنجحين شعبي مختلف المزاج، يفوق عدد تلاميذها 900 تلميذ وتلميذة وأساتذة حوالي 24 أستاذ وأستاذة الذين كانوا متعاونين معك مجندين من أجل الإصلاح والبناء والعطاء التربوي. توفقت أستاذي بكل صدق وإخلاص في ضبط السير العام للمؤسسة بمعايير سليمة، الذي لم يجعل الأساتذة يضعونك في مرتبة المسؤولية فحسب، بل وضعوك في مرتبة القائد المحنك، فكان انتقالك بنكهة محيرة لدى كافة الأستاذات والأساتذة بالمؤسسة، وكنا قد ألفنا سلوكك وتعاملك التربوي المفعم بالأخوة، ولكن طبيعة العمل ككل والتي لا تدوم على استقرار طالما طال الأمل، ويبقى الأهم هو حسن العمل والمعاملة، فكان لا بد من رد الاعتبار لتضحياتك وجهودك. وحضور الجميع في هذا الحفل زاد من بهجة المشاعر، وهو ما يؤكد أننا لم نخطئ في تكريم أستاذنا الفاضل عبد الرحيم ذو الفضل الذي يستحق كل التقدير والاحترام. وفي الأخير فلك منا خالص الدعوات بأن يجعل المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد حليم، وما تقدم من أعمال في ميزان حسناتك، والله يحفظك ويرعاك، ولكن الله معك أينما كنت، وليحفظك الرحمن أينما ذهبت. بارك الله فيك، ودمت متألقا ومبدعا وناجحا، ولك منا التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله. سلام الخير والعطاء، سلام فيه الود والإخاء، سلام على أيام مضت لطيف حلم جميل كنسمة هواء في يوم عليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا من شرفتمونا في يوم يشارك فيه شعاع الشمس وعطر الزهر، يوم يتمدد بالوفاء وتتعطر بالتكريم ويتباهى بمدير قدير ومربي فاضل نحتفي، ومربي فاضل وإداري ناجح. هذا اليوم البهي نحتفل بتكريم وتوديع، نحتفي بشكر وتقدير، نحتفي فيه برد جزء من الجميل لسيد الوفاء، لرجل أمضى في التربية والتعليم في خير أوقاته وزهرة عمره، وكافح حتى جاءت ساعة اتخاذ القرار لتسليم الراية لمن يخلفه، معلنا انتقاله إلى مدينة طنجة. أيها الحضور الكريم، إن قدماء جمعية آباء وأولياء التلاميذ مؤسسة المعتمد بن عباد سابقا كما تعلمون كانت دائما ركنا ثابتا ضمن الأطراف المتداخلة في العملية التعليمية، وساهمت ومساهم فعال في تطوير العمل التربوي، في تطوير العمل التربوي داخل المؤسسة، ولا ينكر أحد أهمية حصيلة أداء الجمعية ونتائجها الإيجابية وآثارها الطيبة على المؤسسة والمحيط والتلميذ، خصوصا المرحلة التي التحق فيها السيد المحترم ذو الفضل. ذلك راجع إلى انفتاحه وتوجيهه وترحيبه بكل المبادرات التي تخدم المؤسسة والتلميذ،
وفي عهده تم بفضل الله تعالى ثم بفضل مساعداته ومشاركاته وانفتاحه على المجتمع المدني وخاصة جمعية محيط جنان السري آنذاك في جميع وقد شاركوا في جميع المجالات من بينها المساهمة في ترصيف ساحة المدرسة وتزيين محيط المؤسسة وتنظيم حاجات ترفيهية واستطلاعية وألعاب رياضية كما ساهمت الجمعية في تخصيص حصص للدعم والإعلاميات وكذلك المشاركة في كثير من الاحتفالات التي كانت تنظم في نهاية كل سنة دراسية وقد كللت جميع الأنشطة بنجاح كبير بفضل الإدارة الحازمة التي قدمت للجمعية كل المساعدات والتشجيعات وأمام هذا العمل الجبار والتضحيات الجسام لا يسعني إلا أن أتقدم باسمي وباسم جميع أعضاء قدماء جمعية آباء وأولياء التلاميذ وباسم جميع الآباء والأمهات نتقدم جميعا إلى السيد الفاضل عبد الرحيم ذو الفضل بخالص الدعوات وجزيل الشكر على ما كابده من مشاق وعاينه من صحاب في سبيل أبنائنا وبناتنا ومن أجل تحقيق الغايات والأهداف التربوية النبيلة وختاما نسأل الله العلي القدير أن يكلل جهوده بالسعي المشكور والذنب المغفور والأجر والثواب منه سبحانه وتعالى وأن يبارك له فيما يستقبله من أيام عمله بالمؤسسة الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتقالي العمل هذه الذي يفعلها أقدم هذه الكلمة قياسا على نفسي وعلى أصدقائي المفتشين المتقاعدين الذين عملوا في مدرسة مرسد الوعدات حيث كان يسود التفاهم والانسجام يخلق العلاقة التربوية والاجتماعية فيما بين شخص المدير وباقي المكونات الأخرى الإدارية والتربوية والاجتماعية وبين الرجال والنساء التربية والتعليم بهذه المؤسسة وبهذه المناسبة أود أن أقول كلمة حق في شخص السيد ذو الفضل لما له من فضل على تجديد وإحياء هذه المؤسسة حيث حصلت مؤسسة معتمدة الوحدات على أجهزة حواسيب واعتبرت حينها من أولى المؤسسات المستفيدة من هذه المبادرة كما تم ترميم وإصلاح عدد من الحجرات والمقاعات والمرافق الصحية والساحة وغير ذلك وبذل السيد عبد الرحيم مجهودا لتوفير مكتبة مدرسية تليق بأساتذة وتلاميذ مدرسة معتمدة الوحدات وللعلم مثل هذه المكتبة قلما تتوفر في مؤسسة تعليمية ابتدائية كل هذا بحرص والتزام مستديم للسيد المدير لأنه دق كل الأبواب من أجل أن تحتل مدرسة معتمد بن عباد مكانتها اللائقة بها بين مدارس مدينة عرائش ولو تغافل السيد ذو الفضل عن أولوية وأهمية المدرسة لحظة لكان مصيرها الإهمال تحية شكر وتقدير لكل الذين أسهموا في إنجاح هذه المبادرة الاجتماعية اعترافا وتقديرا للأدوار التي قام بها السيد عبد الرحيم لصالح المؤسسة والعاملين بها ولصالح المتعلمين في صمت دون ضجيج دون انتظار شهادات التقدير تحية تقدير واحترام لكل الأساتذة والأستاذات الذين ساهموا بجد في تلميع صورة مؤسسة معتمد وعباد لتحسن المكانة المحترمة شكرا لجمعية قدماء آباء وأمهات التلاميذ الذين آزروا السيد المدير في كل المناسبات لبعث الثقة في فعالية مؤسسة معتمد وعباد تحية إجلال لكل الإداريين الذين تعاملوا مع إدارة معتمد وعباد تعاملا يتسم بالصدق وحسن النوايا نتمنى صادقين أن يتعهد مسؤول الإدارة في المستقبل مدرسة معتمد وعباد بالرعاية والاهتمام اللائقين بها من أجل تدبير وتسيير يناسب المتعلمين والمتعلمات رواد هذه المؤسسة نطلب الله التوفيق والسداد حين زرعتم بذور التفاؤل وأزهاره الشبية العامقة بطيبتكم
التي رافقتنا طوال إقامتنا بين مرجكم الطيب. شكراً حيث لا منتهى، والامتنان ينحني، والفخر لهذه المدرسة بكم حكاية ارتقاء وارتقاء. ستبقى دعوات المناج بها الإله لصرح أخلاقكم بفيض من الحب والتقدير وعبر التي رسالة عرفان مكللة بالضياء لقلوبكم حين زرعتم بذور الإخلاص والتفاني في المعاملة، فملكتم قلوبا هامت بكم نقاء إذ غمرتنا بالخفاء والعطاء. كما سرني ورفقائي أن سقطننا خطانا لمدائن طموح أفكاركم العملاقة ولبناء صرح العلم المجيد هاهنا، حين نملك كثير الامتنان لنسكبه على بساط الشكر فخرا، تراه يكتظ بالحروف الجمة التي تبقي عربون الوفاء صادقا وفيا لكم، وحتى لو لم يترجمها الحرف سطورا دائما هي سطور الشكر تكون في غاية الصعوبة عند صياغتها، ربما لأنها تشعرنا دائما بقصورها وعدم إيفائها حق من يهديه هذه الأسطر. واليوم تقف أمامنا الصعوبة ذاتها ونحن نحاول صياغة كلمات شكر لينبوع أعضاء تدفق بالخير الكثير ليروي هذا المكان ويدعم أسسه وقواعد. نحن هنا ننطر زلاها من خيوط الشمس اللامعة كلمات جميلة، ومن ماء الذهب كلمات عرفان من وجميل. كل الشكر موصل لشخصه الأكثر من رائع، صاحب الجود الوفير، صاحب العطاء اللامحدود، إنه مدير مدرسة المعتمدين على إيمانه من بصمات رائعة وعظيمة في مؤسستنا الغالية التي تعمل وتجد وتبدع في صمت ومن نجاح إلى نجاح. سبق وأن درسوا بهذه المدرسة يجدر بي قبل إلقاء كلمتي أن أتقدم بالشكر لجميع القيمين على هذا الحفل، وفي مقدمتهم السيد عبد الرحيم بالفضل، ويجدر بي أيضا أن أتوقف وأيضا هذه المؤسسة عينا فيها أنها تحرص على صون هذه الثقافة، ثقافة الاعتراف والعرفان بالجميل. فشكراً لأنكم قاسمتمونا هذا الاحتفال وترانيمه، وشكراً لأنكم جعلتمونا ممن رصعوا جنباته هذا المساء. هي كلمة أرهن على رمزيتها لأننا ندرك تمنع اللغة في مثل هذه المواقف والمناسبات. ماذا أقول في حق رجل أعطى الكثير لهذه المؤسسة؟ طبعاً الشواهد أو التاريخ يشهد وينطق أكثر مما تنطق لغتي الآن. عهدنا فيه ومن مواقفه الجدية في العمل والحرص، كل الحرص على زمن المتعلم. زمن المتعلم كان مقدساً في هذه المؤسسة. هنا يعني أقول شابو للمدير المؤسسة سي عبد الرحيم ذو الفضل، علمنا أن التلميذ أن وقت التلميذ هو وقت معنى الغزو، إنما هو مجاز فقط للمؤسسة. طبعا لأي عنصر دخيل على المؤسسة يسيء لأي عضو من أعضائها، فكنا نشتغل ونعمل في راحة تامة. أهديتم المؤسسة من الومضات ما أضاء جوانبها وجعلها منارة وقبلة مشعة للثقافة والإبداع، وبعثتموها من رمادها وجددتم تاريخها السليم. إدارة أطرا تربوية وأعوانا كنا جسدا واحدا، تقسمنا الأطراح والأفراح التعليمية التعلمية. لن أطيل في ذكر الخصال والمناقب، عذري في ذلك أنني أحضر اليوم في حفل لرجل يحتفى به أقل ما يمكن أن أقول عنه أنه يعرف قدر نفسه. فسلام سلام يا رجل التعليم سلام، فلولا ثمار الجد ما سالت فيك أقلام. في الختام متمنياتي وباسمي
للأساتذة والأستاذات فتيحة لطيفة رشيدة ملكة والسابقات أيضا في المدرسة بنفور الصحة للأستاذ والنجاح والتوفيق للمسيرة فيما هو آت إن شاء الله تعالى. وشكرا. أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم في هذا الحفل التكريمي. في البداية أوجه الشكر الخالص إلى كل من الأطر التعليمي العامل للمؤسسة وأعضاء علماء جمعية الآباء وأولياء التلاميذ على هذه البادرة الطيبة في حق إدارة المؤسسة.